راديو الأهرام يقدم برامج إعلانات ومسلسلات كتير. ارتبطت برمضان وعايشة معانا من زمان. هتحكي كواليسها دعاء جلال. والله زمان يا رمضان يا روايح الزمن الجميل هفهفي. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج والله زمان يا رمضان. النهارده هنتكلم عن مسلسل ارتبطنا بيه جدا في شهر رمضان وبابطاله وباحداثه، ولانه اتعمل منه كذا جزء بقى شيء اساسي في الكذا سنه اللي اتعرضت فيه الاجزاء دي، وبقينا نحس إننا دخلنا جواه وبنعيش كل تفاصيل أبطاله. مسلسل ليالي الحلمية للمؤلف أسامة أنور عكاشة والمخرج إسماعيل عبد الحافظ. حبينا الباشا سليم البدري والعمدة سليمان غانم، وكنا بنضحك من قلبنا على المعارك اللي بينهم واللي مكتوبة بشكل خفيف وجميل، وناظر الصلح دار اللي في أوقات كتير اتضايقنا من جبروتها وتسلطها، وتعاطفنا جامد مع زهرة وعلي وقمر وناجي والعلمة سماسم كمان، ولا المعلم زينهم السماحي وشهامة أولاد البلد الحلوة. لكن يا ترى الفنانين اللي عملوا الأدوار دي كان السيناريو مكتوب علشانهم اصلا ولا في تغيير حصل؟ ايوه، انتوا عارفين ان كان مترشح لدور الباشا سليم البدري الفنان محمود ياسين اللي اعتذر عنه، وبعدين اترشح الفنان محمود عبد العزيز اللي اعتذر برضه بسبب تصوير مسلسل رأفت الهجان علشان يروح الدور في الاخر للفنان الكبير يحيى الفخراني. أما شخصية العمدة سليمان غانم فالغريبة بقى إن الفنان يحيى الفخراني هو اللي كان مترشح ليها في البداية خالص، لكنه رفض وطلب إنه يعمل دور الباشا، فرشحه الفنان سعيد صالح اللي رفض علشان مشغول في المسرح، بس هو اعترف بعد كده بخفة دمه المعتادة إنه ندم جدا إن ما عملش الدور ده، واللي في الآخر كان من نصيب الفنان صلاح السعدني. وبرغم ان المخرج اسماعيل عبد الحافظ هو اللي اختاره، لكنه كان قلقان جدا وقال له يا صلاح خلي بالك الشخصية جامدة ومحتاجة تتمسك كويس. لكن السعدني طمنه وقال له ما تخافش يا استاذ، انا كنت محتاج الشخصية ومحتاج اني انافس يحيى الفخراني. وفعلا قام صلاح السعدني بالدور بمهارة كبيرة جدا وحقق نجاح كبير قوي. بذمتك مش نكتة؟ والله ما حد نكتة غيرك انت، ونكتة صيصة ملهاش طعم كمان. اخرس اخرس خلاص ما تتكلمش بقى يا راجل. انا جاي لك انت بالذات، جاي فضفض لك على اللي في قلبي، ولسه يا دوب هقول لك كلمتين من اللي فالقني وهمني تقوم تضحك فيها قوي كده وعامل لي فيها السفارة عزيزة. ايه بس لا انت مش غلطان، انا المحبوب انا الغلطان. أنا مش عارف إزاي انتصيت في نافوقي وجيت لك أنت، مفيش غيرك سليم البدري، ما لقيتش غيرك. أما أنا راجل حمار صحيح. أما ناظر السلحدار أو صفية العمري فكانت هتندم ندم عمرها زي ما هي قالت، لأنها رفضته في الأول كذا مرة لما اتعرض عليها، وفي كل مرة كان المخرج إسماعيل عبد الحافظ يلح عليها ويأكد لها إن مفيش حد يقدر يعمل الدور ده غيرها، وفعلا عملته وحققت نجاح كبير جدا بسببه. مش من حقي ولا المفروض جنابك اللي تتجوز وتعيش سعيد، وانا افضل هنا وحيده مربوطه بين الجدران البارده ادفن اللي فاضل لي من شبابي في ذكرياتك، واصبر عمري زي الورده الدبلانه بين اوراق كتاب محدش يقراه ولا يكتبه غيري. اتعمل مسلسل ليالي الحلمية في 5 أجزاء، وكان الجزء الخامس والأخير سنة 1995. وفي سنة 2016 قرر السيناريست أيمن بهجت قمر يعمل الجزء السادس
اللي ما حققش النجاح اللي حققته الأجزاء اللي قبله. وقالت الفنانة سهير المرشدي اللي كانت بتقوم بدور العلمة سماسم إنها رفضت الاشتراك في الجزء الجديد لأن ليالي الحلمية حالة خاصة بمخرجها ومؤلفها وممثليها، ولما كان بيحصل تغيير في زميل كان بمثابة مصيبة لينا لأننا تعودنا على وجودها، فازاي هنقبل إن أسامة أنور عكاشة نفسه ما يكونش موجود؟ خلصت حلقتنا النهاردة واتمنى تكون عجبتكم، ومعادنا في حلقة جديدة لكواليس مثيرة لعمل قديم من برنامج والله زمان يا رمضان. برامج اعلانات ومسلسلات كتير، ارتبطت برمضان وعايشة معانا من زمان، هتحكي كواليسها دعاء جلال في والله زمان يا رمضان.